جورج الراسي يرحل بعد حفل ناجح في سوريا. تعرض لحادث سير مفاجئ في طريق عودته للبنان. تواجدت في سيارته سيدة تدعى زينة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل رحيل جورج الراسي. رحل عن عالمنا الفنان جورج الراسي خلال الساعات الماضية. تعرض لحادث سير في طريق عودته من سوريا للبنان بعد حفل غنائي ناجح. واتضح أن سيارته اصطدمت بالحجز الوسطي على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية. تواجدت في سيارة جورج سيدة شابة تدعى زينة، وبفحص السيارة بعد الحادث اتضح أن السيدة التي تدعى زينة رحلت أيضاً بسبب قوة الحادث. بعد رحيل جورج نشر صديقه الناقد اللبناني جمال فياض مقطعاً مصوراً له، ظهر فيه جورج الراسي وهو يحذر جمهوره من حوادث السير، وطالبهم بمتابعة لقاء تلفزيوني سيجريه عن حوادث السير ما اعتبره البعض تنبؤاً بوفاته، وأكد على ضرورة حفاظ الأشخاص على أرواحهم خلال قيادة السيارات. ولد جورج الراسي في قرية السلمون القماش في لبنان عام 1980، وكان ينتمي لعائلة فنية مميزة، فوالده عازف عود وشجعه على الغناء منذ طفولته، وبالفعل اتخذ خطواته الفنية الأولى وهو في عمر 13 من عمره. موهبة جورج المميزة جعلته يتعاقد مع نادي أوبسيون لإحياء الحفلات الغنائية. تعاون جورج في مشواره مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، ومن أبرز أغانيه سهرة ليل ويديب وحكاية وجاي تعتذر وقلبي مات والحب المجنون. تزوج جورج من عارضة أزياء برازيلية من أصول لبنانية تدعى جويل حاتم عام 2014، وأنجب منها ابنه الوحيد جو. ورغم علاقتهما المستقرة لكنهما انفصلا عام 2015، واستطاع الثنائي أن يحافظ على علاقتهما جيدة حتى الآن، وحرصت طليقته على أن تنعاه بكلمات مؤثرة بعد تداول خبر رحيله بشكل مفاجئ.